تكونوا مزيانين اموركم هانيه كلشي على خير وكلشي بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي هو شفتوه في العنوان وفي المينياتور ان شاء الله غادي يكون عقد القران ديالي غدي ان شاء الله. وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هذا الشيء، علاش لا ما نوريكمش هذه اللحظات اللي انا غادي ندوز منها اولا في هذا الفيديو بالضبط. غادي يكون كيفاش غادي نتوجد، يعني شنو غادي ندير لشعري قبل ما نمشي، شنو غادي نلبس، الماكياج اللي غادي ندير، وغنوصلكم حتى لافان حتى للسنيه ان شاء الله وعاد غادي نتفارقوا. فكيف ما قلت لكم في هذا الفيديو هذا كنتمنى هذه اللحظه لاي بنت، وكنتمنى هذا الشيء لاي بنت انها تعيشه. وغلا دونك في هذا الفيديو هذا باش ما نطولش عليكم في المقدمه، غادي يكون ان شاء الله غدا العقد ديال القران ديالي. الله يسهل عليكم كاملين وشكرا كاملين الى كومونتيو لي في لي كومونتير زعما مبروك وهادي فرحنا لك، شكرا لكم كاملين مسبقا. فكيف ما قلت لكم باش ما نطولش عليكم في المقدمه، غادي يكون توجد اليوم بالليل حيت غدا ان شاء الله عندي داكشي، غيكون هكا عقد قران اللي غادي نتوجد فيه معكم، نديكم معايا تسنيم وغادي نرجعوا في حياتنا. ف عندي بزاف ما يدار دابا، باغا ندير هكا شي زيت لشعري وعاد غنشوف زعما واش غنزيد شعري واش غندير ماسك، المهم حتى داكشي حتى بقيت كنشوف فيه. سينو باغا ندير هكا واحد الميني سكين كير لوجهي، مازال ما عرفتش صراحه شنو غندير. ودغنييرمون خرجوا لي حبيبات في وجهي هنايا الشكوى، والله نتوما شوف شتو وصغيورين زعما ماشي حتى ديال الصاد، ما كاين لا صاد لا والو، ما عرفتش واش ابليكيت شي برودوي. سينو كنشرب واحد الدواء دغنييرمون ديال المانيزيوم، كنظن انه هو اللي غيكون دار ليا هادشي وصافي هذا ما كان. دونك بقاو معايا ونشوفوا اش غادي ندير. شوفوا المساند الرسمي ديالي في هاد الايام القافة ديالي هي هادي، انا لا قبل ما تدوش عليها عافاك وما تدوش عليها، هادي متحمسة اكثر من العروسة. دا حالا مسكينة واش غنديرو، معنا ما نديرو. فالمهم البنات بالنسبة لي انا غادي نزيد شعري، بالنسبة للزيت غادي نستخدم هذا وانتوما تقدروا تستخدموا اي زيت كيعجبكم. وغادي نجاوب بزاف ديال البنات اللي قالوا لي صافا الماسك اللي كديري لشعرك، اي الماسك اللي كديري حمقى هادي الماسك اللي كديري لشعرك وريه لينا. انا غنوريكم كندير هذا ديال افون ديال الماكاداميا والالوفيرا، واعر البنات راه كيدير 25 درهم سورتو البنات اللي شعرهم ناشف اولا شعرهم متضرر لتحت، هذا واعر خطير. فغادي نزيد شعري واكيد اللي غتزيد لي شعري هي الكفه ديالي حاليا، ما تهضريش ما عندي ما ندير لك باش نبقى نجي انا ولادي نديرو لك هادشي حنايا. المهم نديرو لك هادشي نعاونوك نعاونوك. المهم انا غادي كيما قلت لك ما نزيد شعري حيت ضروري. ها شوفوا لاله العروسه شنو قالت لك دير، انا قلت لاله العروسه انا هي وانت اللي ضايعه عرفتي شنو شعر صوني يا سهلانه. المهم جلسنا على ما تغدينا زعما تغدينا على ما تعشينا، ودابا غادي نجمع هادشي اللي تعشينا فيه وغادي ندير داك تعشينا به ماشي فيه تعشينا به، وغادي نمشي نسخن داك البيوط ماشي لا حتى على راسي ضعفت شويه وجهي تجمع ما عرفتش. لا دول كيدات صباح الخير صباح النور. شوفوا شوفوا الزويت اللي درت البارح، شوفوا شوفوا زعما راه هما اللي داروا لي هادشي الصباح. المهم دابا فقت، اول حاجه غادي نديرها اللي هي غادي ندوش، وهي باقا ناعسه دونك غادي ندوش بغيت نحي دايت دواج هو الاول باش عاد ديك الساعات الا كانت جاتني شي صخره ولا هكا شي ديبلاسمون ولا شي لعيبه نكون ترونكيل في دماغي. بون فوالا اي حاجه جديده تشوفوها معايا. كبيدات خرجت يلاه دابا من الدوش، درت ماغوتين ديال الحمام ايتو. بالنسبه لداكشي ديال الكوماج وداكشي تقدروا نتوما تستخدموا داكشي اللي بغيتوه، انا ديجا مشاركه معكم فيديو سكين كير في اليوتيوب ديالي دخلوا تفرجوا فيه باش ما نديروش اعاده. فبالنسبه المور ما خرجت من الدوش وارتحيت شويه ماشي به فيه على ما ارتحيت شويه وبرت، دونك دابا غادي ندير ديودورون ما عرفتش انا واحد غادي نجرب سكيفي هذا زوين، انا كنحاول نشارك معكم داكشي اللي زوين. دونك هذا ديال نيفيا زوين بزاف وريحته خطيره البنات، وكاين حتى هذا ديال افون حتى هو زوين ديال انكونديسونس زوين بزاف. فانتوما عزلوا الديودورون اللي تيناسبكم اللي تيبقى لكم المده، فهمتوا اللي غيبقى صابر لكم المده طويله. فانا دابا غادي ندير هذا ياكو، وفاش دابا خارج الحمام غندير هذا، فاش غادي نجي نخرج ان شاء الله في العشيه غنزيد هذا عاد نلبس حويجاتي راكم عارفين. شوفوا هي مشات تسخر، شوفوا اي جاي ما عرفت شنو كتصنع. المهم دابا غادي نوجد الفطور وهي مشات تسخرات لينا، جابت لينا الرايب هانتوما شوف راه مهلي فيا. المهم جابت لي الرايب شرات لي طق الزبدو طق الزبدو ديالي شرات لي ميل فواي جبنا ميل فواي راه على العموم سميتو ميل فواي مي غا كنقلدو شي حاجه
المهم دابا غادي نوجد الفطور. نحط هادشي الباكيت راه هو شراه بابا راه فيه محطوط. دونك غادي نوجد الفطيره ديالي وغادي نفطر وعاد ديك الساعات نشوف نشف شعري ابري سا انتما بقاو معايا باش نشوفوا شنو غادي ندير. وي الكبيدات. مهم مور ما خرجت من الدوش دواشت المهم تديوش عليا هاد النهار. خرجت من الدوش فطرنا نشفت شعري شويه و صافي غادي نخرجوا دابا غنمشيو نجيبوا واحد اللعيبه اللي غادي نلبس انايا في العشيه ان شاء الله. و فوالا المهم ها نتوما معايا كملوا معايا النهار ونشوفوا هاد الشيء كيفاش غادي. جايز تخيلوا شي وحده عندها لكت ومريضه ومريضه مريضه كتعرفوا شنو هي والله الا مريضه من تحتها. يلا شربت الدواء وش غنقول لكم ما عرفنا شيء ما عرفنا شيء. يمكن حيت دوشت قبيله انا كنت عارفه حيت دوشت قبيله وخرجت فنفنوني السراجم كاملين ولكن ماشي داك هو العذر ماشي مشكل الحمد لله على اي حال. دابا فاش دخلنا تكيت شي شويه بغيت غير نتكى وهذيك حتى هي بارطاجيت معها الطاقه ديال المرض. تاني شرب لا اختي ما تصوفيليش من قرعتي خصني نعرف شحال شربت. لا اختي فراسكم هادي راه ما كتشربش الماء. انا دابا وليت كنعمر قرعه كل نهار ديال جوج لترو باش كنعرف راسي شحال شربت. هاد الاخت ما تشربش شي نهار غتنشف غتموت حيتاش نشفات كتكون. المهم دابا انا غادي نزيد نتكى شويه موراها غادي نوض نتغداو يا اختي باش نصوب معكم ما كاينش حصه. انا علاش ثلاثه انا علاش حتى شي البنات الطرف الاخر خدام والطرف الاخر ما عندوش هكا الوقت اللي يجي ونسنيو مثلا في الصباح ولا نسنيو في وسط النهار وداك الشيء. فهضرنا مع العادل وقلنا ليه زعما حتى يخرج من الخدمه واش ماشي مشكل. قالنا هو العدول قالنا صافي ماشي مشكل زعما صافي تيخرج من الخدمه. ايوا دابا حنايا تلا شي جيك جوايه السبعه بحال هكا ماشي مشكل. راسي كيضرني صحتي مريضه 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 شكوى الله البنات. الكبيده ديالي دونك دابا شحال هي الساعه هويا؟ هادي 6:16 دقيقه بالضبط. 6:16 دقيقه راه كنت ناعسه البنات 6:16 دقيقه. فدابا عاد غادي نوض ندير هكا شي شويه ديال الميكاب ايتو. بالنسبه لشنو غادي نلبس غادي نلبس ديك الجليبه راه هي راه دابا غير ما مقاداش مع العلاقه دونك نلبس ديك الجليبه. هويا قالت لي راه تيديروا الفونار الفونار اختي الفولار شال تيديروا شال. مي انا ما لقيتش زعما شي شال فهمتوا مع الاخت ماشي محتجبه ما لقيتش الشال في هاد لاكولور دونك ماشي ضروري ما غاديش ندير باغاف. شوف انا راه شفت التليفون ديما على شي راجل. عافاكم عافاكم راه صاحبتي غادي تحماق ليا عافاكم اللي عندها شي خوها تصل على هذا الرقم هذا. المهم ماشي باش ندير ميكاب البنات. بالنسبه للطريقه ولي برودوي راه غيكون ميكاب خفيف 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 بزاف. وفوالا هذا مكان بقاو معايا. انا لبست وتوشيت. بالنسبه للمكياج هكا درت شي حاجه اللي ها نتوما خفيفه شي حاجه اللي زعما ما معيقاش وجايه ميكاب نو ميكاب فهمتي داك شويه طبيعيه ماشي طبيعي 100% ولكن شويه طبيعيه. بالنسبه للجلابه لبست هذه هانتوما شوفوا كيفاش دايره انا نقرب لكم باش تشوفوا اكزاكتومون لي ديتاي ديالها. وهي مدات ليا دفيره صراحه جات زوينه وتا لبسها عجبتني. غادي نلبس دابا السبابيط اللي غادي يكون هكا طالع شويه ميني طالون دومي طالون شنو كيقولوا لهم ميني طالون جو سي با وصافي. بارفان ضروري ولكن ما بغاش نوسخ الجلابه دونك غنرش هادو البارفان وصافي. كانت عندي سنسله راكم عقلتوا على السنسله ديالي وتقطعات ليا ما عرفتش فين هي والله ما عرفت فين هي. ها هي تقطعات ليا السنسله تقطعات ليا وقيله البارح ولا البارح ما عقلتش فوقاش. ايوا صافي دونك دابا كنتسنى على ما يجي بابا ان شاء الله وعاد غادي نمشي وتكتبوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم اللبسه واش عجبتكم واش ما عجبتكمش وفوالا. المهم خوتي عطيتكم كل خرافه صافي ركبنا في الطوموبيل باش غادي تمشي لعند العدول باش تسني وتزوج على سنه الله ورسوله. حنا غاديين قلت لينا اجيو حبسوا واش العدول كيطلب لاكارت اش كيطلب شهاده السكنه.
تلميذات صغار. المهم لبست كيف العاده بيجامه، وانا ما عمرني كنلبس بيجامه كامله. بحال دابا السروال عنده الفوقاني ديالو، ولكن باش لبست بيجامه كامله امبوسي امبوسي اختي. شوفوا النقافه ديالي فين جالسه. المهم تدوش على خوتي عافاكم. عرفتوا هذا راه خسر ليا، ما عرفتوش يصايبوا بابا ولا لا. الا صايبوا بابا راه مزيان، داكشي اللي بغينا ما صايبوش ماشي مشكل، حتى نشري واحد اخر. شو كنت نقول لكم، راكم شفتوا داكشي اللي داز، داز داكشي زوين صراحه. ونسيت ما صورتش لكم حيت فاش سالينا لك جينا لهنا مع خصني نبقى نقول راجلي اي اختي ايوا مازال ما ولفتش. المهم جينا لهنايا تعشينا اونصومبل هكا واحد العشيوه اللي خفيفه، حيت ما جاتش من لاكط الانسان يمشي، دونك هكا واحد العشيوه خفيفه. ايوا صافي هذا مكان كنبغيكم بزاف 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 بزاف. عرفتوا عاد غنمشي نمسح هذا المكياج، عاد نمشي نحيد لي شوفو ديالي. عاد نمشي نحيد الشعر. شنو ديك ما كيحسبش شعري هادي بلا شعري. وما تخافوش خديت لكم دي فوتو، خديت هكا دي فوتو لهاد النهير هذا ان شاء الله. ولكن عافاكم البنات وعافاكم وعافاكم وعافاكم. واحد الحاجه اللي غنبغي نقول لكم هي ما باغاش نتعمق في لافي بيرسونيل ديالي. نتوما متابعين صفاء بيوتي على راسي بعينيا، خاصني ضروري نوضح لكم، خاصني ضروري نقول لكم لا اختي خليني نقول للمتابعين ديالي الله يخليك، خاصني ضروري نوضح لكم ونقول لكم انه راه فلانه تزوجات احيت كاين ممكن اني نخبع هاد الزواج وما تعرفوا حتى شي حاجه. لا انا خاصني نقول للناس اللي متابعيني وكيبغوني فوالا راه الحمد لله تزوجت ولا درت كذا ولا درت مشروع ولا سافرت، خصني نقول. ولكن الحياه الشخصيه ما باغاش نتعمق فيها بزاف. وفوالا هذا ما كان كنبغي لكم بزاف بزاف. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، وما تراطيوش التصاور اللي غادي تحطوه ان شاء الله في الانستغرام.